أنه لا بس كان عند الحسن والحسين وما عند ثالث؟ أكون مخالف ولا من علماء المسلمين؟ شو تصورون؟ أكون مخالف لو ما أكون؟ أكون مخالف؟ أكون مخالف، اسمحوا لي، ممن أكون؟ من الشيعة لو من السنة؟ أي والله الشيخ المفيد مولانا يقول ما معلومون. هسه أنا لابد أطعن بالشيخ المفيد مولانا؟ والله الجاهل اللي يطعن في الشيخ المفيد. هو مولانا لم يثبت عنده أكو عنده ولد ثالث. بعد صدر الفتاوى وضال مضل وخرج من المذهب وفاسق فاجر ويطعن المذهب، هو الشيخ المفيد عاد اطعنوا به، اطعن اطعن يلا. اي منطق متخلف بائس اذا اختلف معكم احد في رايه ماذا؟ يتهم. أيوه. تقول لي سيدنا مباشره رجعنا رجاء نطلع لنا هذا كتاب الارشاد، تعرفون بعد الجميع اكو واحد ما سامع كتاب الارشاد للشيخ المفيد؟ ها؟ معروف الكتاب، واللي محققين مولانا مؤسسة آل البيت لتحقيق التراث دار المفيد، ويقول من أهم كتبه. هسه يكون في علمكم بعض قد يقول أن هذا الكتاب ليس ماذا؟ أنا دا أتكلم عن النظرية المشهورة بين الإمامية أن هذا الكتاب لمن؟ عنوانه ملتفتوا موسوعة الشيخ منه؟ الشيخ المفيد في صفحة 355 يقول ذكر أولاد أمير المؤمنين عليه السلام وعددهم وأسمائهم ومختصر من أخبارهم، فأولاد أمير المؤمنين صلوات الله عليه 27 ولدا ذكرا وأنثى، الحسن والحسين وزينب الكبرى وزينب الصغرى أم كلثوم، أمهم فاطمة البتول سيدة نساء العالمين، ومحمد المكنى أبي القاسم وعمر ورقية، وأمهما أم إلى آخره، إلى أن يخلص 27 يقول وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة أسقطت بعد النبي. يعني هو معتقد لو ما معتقد؟ إذا لا معتقد بمحسن ولا معتقد شنو؟ ها؟ شو تقولون مولانا؟ اليوم تطلعون تظاهرة لو ما تطلعون؟ ايش هالمنطق هذا عز؟ هذا بعد سيد كمال حيدري مولانا؟ لو شيخ المفيد؟ يلا هذول اللي الان بودي الان تدخلون على المواقع يشوفون بعض من لا تثبت له، ما اريد اقول غير عبارة لانه يسجل، ممن يدعون انهم عناوين كبيره ومراجع، الان موجوده مولانا استفتاءاتهم على المواقع بانه السيد الحي انكر اسقاط الجنين مولانا، فمولانا الشتائم ويدعون مولانا هماتينا كذا وكذا، وتعرفونهم موجوده بالمواقع، ادخلوا الان المواقع، اليوم الان ادخلوا المواقع. خوي يلا صدر فتوى ضد من؟ شيخ المفيد مولانا. شنو هذا المنطق عزيزي؟ والله أعزائي والله هذه مو مدرسة أهل البيت. مدرسة أهل البيت واي أعظم من أنه إذا اختلفت في الرأي مباشرة أنت شنو؟ ها؟ تفسق وتفجر وتسقط وتتهم إلى آخره. قال وفي الشيعة مع الأسف ما أقدر أطلعكم إياها، بس أطلعها للنار حتى يطلعوها، بعدين هذني طلعهن. وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطت بعد النبي ولدا ذكرا كان سماه رسول الله وهو حمل محسنا، اللي هي رواية منه؟ رواية الكافي اللي قال سماه رسول الله وهو حمل. إذن دي يعرض بمن؟ ها؟ بالكافي بالكليني. يقول انت اللي تقول أنا ففي الشيعة، طبعا من كبار علماء الشيعة ثقة الإسلام الكليني، ولكن هو ده يقبل أو لا يقبل؟ هسه ما أريد أقول لا يقبل، ولكن يؤيد أو لا يؤيد؟ لا يؤيد، ما يقول صحيح. يقول وهو حمل محسنا، فعلى قول هذه الطائفة أولاد أمير المؤمنين 28. يعني يقبل لو ما يقبل؟ يقول إذن في الطائفة قولان، قول يقول هناك محسن وقد ماذا؟ ها؟ أسقط. وهناك ماذا؟ ها؟
قول يقول بابا أصلا محسن ماكو، مو أنه كان أكو وما أسقط، لما أكو محسن سالبة من تفائل أصلا بابا من الأصل مولانا ماكو محسن. ما أدري واضحة النظرية أعزائي؟ جيد. حاشية صغيرة مع الأسف اللي يظهر بعد ما نتوفق للأسئلة، ولكنه القضية كانت مهمة. حاشية تشككون الآن في الشيخ المفيد لو ما شككوا؟ ها أعزائي؟ لا جاوبوا واقعا. تشككون لو ما شككوا؟ ليش ما شككوا؟ مو أنكر مولان أو لم يقبل؟ هسه ما أريد أقول أنكر، لا أقل لم يؤيد، ما أريد أقول لم يقبل، حتى بكرة يقولون وين قال لم يقبل؟ مباشرة هذول النقطية مولانا راح يقولون وين قال من يقبل؟ لا لا أقول أيد أو لم يؤيد، لم يؤيد، قال هذا قول وهذا قول فيوجد قولان، ذكر قول لو ما ذكر لم يذكر، إذا أكو تأييد أو لا يوجد تأييد؟ لا يوجد. أساسا عنوان الفصل أولاده 27، يعني المختار عنده ايش قد؟ 27. سؤال، بناء على القول اللي الآن مشهور بين من؟ ها؟ بين علماء الشيعة أنه كانت حاملا بمن؟ بجنين هو المحسن أو المحسن، هل أسقط أم لا؟ خلنا نفهم الجواب أعزائي، خلوا ذهنكم يمن. الجواب في كتب أهل الشيعة، كتب علماء الشيعة هناك روايات معتبرة على بعض الأقوال تقول نعم أسقط بأمر من عمر، التفتوا لي جيد، وبعض يقول بابا عندنا روايات ولكنها روايات ما هي؟ شنو؟ ضعيفة السنة. عندنا رواية، مو ما عندنا رواية، ولكن هاي الرواية صحيحة عنده أو ضعيفة؟ ضعيفة السنة. الرواية وين أعزائي؟ الرواية موجودة في بحار الأنوار مجلد 43 صفحة 170. الرواية أنقل لك يا التفتوا أعزائي، وإن كان هذه أبحاث تخصصية ولكنه يقينا في بعض الأعزة من أهل العلم موجودين، مثقفين موجودين يفهمون. الرواية عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله قال قبضت فاطمة عليها السلام في جماد الآخر يوم الثلاثاء لثلاث خلونا منه سنة 11 من الهجرة، وكان سبب وفاتها أن قنفذا مولى عمر لكزها بنعل السيف بأمره فأسقطت محسنا. هاي الرواية ماذا؟ موجودة أين؟ في كتاب دلائل الإمامة لمن؟ قولوا معي لمن؟ للطبري مولانا، مو الطبري السني، احنا عندنا في الطبري سني وعندنا في الطبري شيعي، هذا كتاب دلائل الإمامة مال الطبري، فبعض الأحيان الأعزاء اللي على الفضائيات ما يعرفون اكو طبريين، فيتصورون ايش ما اجى طبري مرادهم طبري ماذا؟ صاحب التفسير والتاريخ، فلهذا يشكل عليهم الآخرين يقول بابا شوف هذول ما يعرفون الكتب ولا يعرفون علمائهم، هذا الطبري الشيعي مو الطبري ماذا؟ السني. قال فأسقطت محسنا ومرضت من ذلك مرضا شديدا. سؤال، هاي الرواية صحيحة لو ضعيفة شو تقولون؟ الجواب التفت لي، هاي في الرواية اكو شخص اسمه ابن سنان، مو ابن سنان هذا مال كربلاء مولانا، لا لا لا، هذا ابن سنان من تلامذة الأئمة سلام الله عليه ومن أصحابه. احنا عندنا اثنين ابن سنان اعزائي، واحد اسمه محمد ابن سنان، واحد اسمه عبد الله ابن سنان. عبد الله ابن سنان ثقة بلا اشكال، فاذا كان هذا عبد الله ابن سنان فالرواية شنو؟ صحيح. اما اذا كان هذا محمد ابن سنان فالرواية شنو؟ الرواية ضعيفة. التفت وش نسوي؟ ولهذا
جملة ممن قال لا يوجد عندنا دليل صحيح على أنه أسقطت، قالوا لا توجد رواية. تقول له هذا ابن سنان، يقول لا هذا ما معلوم عبد الله ابن سنان، هذا منه؟ هذا محمد. والسيد الخوئي ضعف محمد ابن سنان. انطيني هذا الكتاب الكبير، هذا أعزائي المفيد في معجم رجال الحديث. معجم رجال الحديث لمن؟ سيد الخوئي. هناك يقول، التفتوا، رقم الترجمة 10919، قال من هو من أصحاب فلان وفلان، متعارض فيه التوثيق والتضعيف، فلا دليل على وثاقته. إذن ثقة لو ضعيف، فإذا في الرواية محمد بن سنان فالرواية شو تصير؟ ولكن تقول سيدنا أنت قول رأيك، لا تخليها مثل الشيخ المفيد جنو، ها تحكي لنا مولانا بالمناورات تحكي هاي، إذا لا 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 رأيك قول. الجواب الرواية عندنا صحيحة، لأنه إحنا معتقدين هم محمد بن سنان ثقة، هم عبد الله منه ابن سنان ثقة، فمن كان فهو ماذا؟ فالرواية ما هي؟ صحيحة، خلص تهتق. بعد واضح للأعزاء، رأيي واضح للمسألة. جيد، سؤال.